اف تلفزيونه يا تشاف بكيفتين اتكتن قال دكتوره كي اسلامي قال قالك مازن نابي محمد شحروره خلك السوريه السر مثلا ملك اليمين كاتشيه دكتور محمد شحرور تبجتن ملك اليمين اسلاميه معنى بيتشي معنى دانستان دينكا علاقه جنسي اختي الظلام القال جنكي هابيتن اتفاق وقت الجنك والظلام اتفاق القال كتب كان بشرتك او ظلام ابي ظلام الجنبتن وابي جنكيجي مير نبتن تشتكي قالك عاديه كو جنسي القال كتب كان وكي اوروبا مثلا اوروبا تدي جنكي كي بينيكو ظلام نينا دي القال مرو بنبتن افا ملك اليمن افا عاديه افا تشيد بيتن اما ابا كنت بجن شينا بتون حرام او اويديات بجن افا نا اسلاميه افا عادات التقاليد عربا بون عربا هو صا نظراك ديتنك جالك خراب السرجنكية هاي يعني وقت هندك شوان وقت خدي كتش دانوان بساخد كنا نف اخيدا الشر مادا ابا دكتور محمد شهرود بجتن تيكل نكن عادات التقاليد عربا الجلديانتا اسلامي اسلام ذكيش ناحيه جنسيه ده جو خبدي عدنا انا وين حيكون في بيننا علاقه جنسيه نعم. اذا المجتمع لا يمنع ذلك فهذا لا يجد ايزينا الله بشت دكتور ابدنجي دكتور محمد شحر بشتن هكر جواك منع نكتن هكر يعني ديف عرفوا عاده الجواك يا بن هيك مانعني نجنك الجل ظلام بن فيتن بزواج رسمي جي المجتمع يقبل ذلك يعني إذا المجتمع يمنع ذلك يبقى انتهت القصة لا يا سيدي دي مو على كيفي وعلى كيفك حالي حالي رضائي ملك اليمين دكتور محمد شحرور يتبشت التلفزيون يتبشت نب كيف منو تايا ملك اليمين روشكا قبل كرنية وقت مروا راضي بيتن وقت جنو الظلام راضي بن خلاص هذه رضائية يعني بسمحني بقول لك تسمحني لأن هناك الفقهاء يحبون الإكراه دائما أينما يوجد الإكراه بشتن فقيهة إسلامي دائما حش إكراهة كان إكراه يعني تشي يعني إش كربيتتن إش تعدايتتن يعني دب تعدايب بجنا مريتي فيتشتي بكي بشتن فقيهة إسلامي حش أبديت كان حش تعدايت كان بزوري إكراه يعني البيري معناه بزوري فقه موجود مع الأسف ملك اليمين عند الفقهاء أرق بشتن ملك اليمين الدف فقهاء إسلامي تشيه معنوي تشيه معنوي عبداتي بنداتي امرأة تأخذ الرق في الإكراه بشتن أوي قبل كان أنه الجنك بتا عبدوان بتا يعني بتا بندوان وكي تشاوانك أوان كيشيت ما وجنكيت ما ازدي برين كرينا عبدت خود فروشن ابا نكوان ابا عادية بلا ولو تعدائية بس نكوان عادية وتذهب الى سوق النخاس في الاكرا وتعرف ودي بنا سوق النخاس دي فروشن بتعدائي في الاكرا ويستشرى في الاكرا ويأخذها كراس ابي بلاز اخف كاتشوك البرينجي وتعرف في الاكرا ويستشرى في الاكرا ويأخذها الى البيت ويعاشوها في الاكرا وتذهب الى سوق النخاس في الاكرا وتعرض في الاكرا يعني دي بنا السيكا النخاسة دي فروشن بتاع داي دي عرض كان وكي تشوى يعني تشوى تو خيارة باجانة تفروشي دي وصد دي بنا بيري بفروتين او جي بتاع داي او همين مشكلة ويستشرى في الاكرا ويأخذها الى البيت كلمة قد استناجي اشتم چونكو يبيرا و ديارش ميكروفوني ديرا و دي بتعدائي جي دي بيجن كي دي بنا مال وعشروها بالإكرا ثم يقول و دي جنسي جي القلوي كي تم تعدائي و بشتنجي دي چي بيجيت سادة الفقهاء بعد خمسة إكراهات يقولون هذا حلال يعني بشتي بينج تعدائي الويجن كي تكن بينج تعدائي افتعدي تكونوا كما قوتين دي بجن ماني هذا حلالة هذا أبا فقيه ميت إسلامنا أبا إسلام ما يقولون هذا وإذا حصل توافق بين رجل وامرأة طوعا وامرأة غير متزوجة يقولون هذا حرام هذا بشتن وهكر
اتفاقك تشيبو كو جنكك وظلامك كو جوتن باشا ام اس من تدوي تاز مس حشتة كتو حش مثك از ام درابين جنسير جلي كودو كين ابرزاي كودو تير دي بجن ماني ابا زنايا ابا حرام ابا تشينا بيتن سابق مقام منون شرح لي هذا الامر تاني يا دكتور شحرور تاني لو رجل وامرأة عند الفقهاء الاكراه والحلال جميل محمد شهرود بيشتن الدف فقهاء تعدايي كرن حلالة خليني بس أرد بس عشان نوضح للناس ملك اليمين يعني لو رجل وامرأة توافقا على ان حيبقى فيه منهم علاقة جنسية اذا كانت غير متزوجة اذا كانت بسيرش دقت بيشتن ملك اليمين يعني هكر جنكيكي وظلامكي دانوستاندنك علاقاك تشيكرن دكتور محمد شهرولي قلت اجر يا شينيكر بيتن غير متزوجة طبعا حلال طبعا حلالة بلي طبعا 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 بلي 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 طبعا طبعا هي تابعة للأعراب سوفيت وبقف حرام كرنتش يا بيشتن افا عرفوا عادات عربان يعني نا إسلامية أف مسألة حرام كرنة نا إسلامية عرفوا عادات عربان وي دكتور محمد شرابة الكيبة مالتا أجر هو صابتان أصدر بمش دي بمش شيخ بالسلمانة دي بمش شيخ إسلامي دي لا 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 أري لي 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 أوف أواري لي لي عمر ملي لي جان ملي لي أوف حواري لي لي أوف أواري لي 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 بستوما وألين تراوي ترررررم ده قوة خب ديني جاري هلا بفرنسا امرأة هنا ايش مشترك بين رجل وامرأة المجتمع يعلم واهلها يعلمون وهي تعلم واهله يعلمون طب انا حاولت اعرف بين شويه العلاقه بين بلد عربي حلال في بلد عربي اوسع عليك شويه أبي كان هناك إن فرنسا إنه أفتشت شيء بتن مثلاً مالاويت زانن مالاويت زانن وعلاقة جنو الظلام ذهبتن الجالي كدو وبيكو زواج رسمي بجابة مذيع أبي برنامج بيش كشت كذن قلت أما أز أما بحسي ولاتك عربيت كين نكو بحسي فرنسا المجتمع لو واحد وواحدة وأهلها عارفين وراضين الناس دي تبقى على علاقة بدون ما يسمى الزواج الشرعي ده في هذه الحالة في حالتين فقط الحالة الأولى إذا كانت متزوجة بس والحالة الثانية الحالة دي يعني إذا كانت في الحديقة يعني وأبوها في الحديقة قلت لك إذا كان المجتمع أبوها ما دام متوافق كان المجتمع يعلم وأبوها متوافق يا أخي عم بقول لك أنا قلت لك في حالة اجتماعية صارت يعني العيش المشترك في اوروبا بين رجل وامرأة لا يا فندم خلينا برا اوروبا انا بتكلم على الاسلام والمسلمين يا اخي الاسلام هو حالة تعاشر انت عم تحكي على ابيت بيشتي بحسي ولات عربي بكي بحسي جفاقة عربي بكي ابيت بيشتن بحسي جفاقة اسلام بكي ابيت بيشتن بابا اسلام يعني تعاشرة يعني بيك في جيانة يعني جينا بيك فيا جينا بيك في إسلام حرام نوكتن كو جنكك وظلامك حاشي كو دبكان بتفاق القري كو دبن فين كما نعنينا بنا حرام ونكو زنايا بس عادات وعرفة عربة أبيش قبل نوكان حرام تكن ورجم تكن ونظام تكن ويدي تكن عروبة ما عم تحكي على إسلام لا تحكي يدبشتي تبحسي عروبتك تبحسي إسلامي نوكي عادات عربية ما عم تحكي على إسلام. لا بكتب بتكلم على المجتمع الإسلامي يا فندم. طب بلاش العروبة. أنت عم تتكلم على المجتمع العربي هلا. لا بتكلم على المجتمع الإسلامي. المجتمع الإسلامي أي رجل وامرأة توافقا وإذا كانت ما في شفاف بحيث ثم بينهما إذا كان صار علنا فهو زنا إذا كانت غير متزوجة فهو ليس بزنا كلام فول ستوب تا. وده فوق الأربعة. ما لها علاقة هي. بعد الله يعني بيشتي وحتى هكر ايكي تشار جنجي هبن بيشتي شا علاقة بان ديبانينا مقالتش من ترجمة ناكر انشوك بيوس نبو اربعة لك في ملك مئة بيشتي شا علاقة بشار جنجي هبنينا بيشتي ملك اليمين يا هيكو صد بن بس موكي تشا رحمان ابن وفحة كان عنده 90 ملك يمين 90 بيشتي الصحابة
عبد الرحمن ابن ابن عوف أبي 90 يعني نوت ملك اليمين هبون أبي نوت جنك هبون كنيت رسمي كنا جنك تويت رسمي بون بشك الصحابة نوت هبن ب پیغمبر صلى الله عليه وسلم كوچان هبون عنده يعني رقم غير مفتوح طبعا يعني جماره فاكرية يعني نكو جرتيا بلي جماره فاكرية تشند دين هما هما درستا صار ما يكون في سفاح ما فيش سفاح لا ابدا ما فيش حمل يعني لا سفاح يعني ملك يعني غيرك ما فيش هناك يعني بشتي شرطك كو كفاح نبيتن كفاح الفيري معناه هن تشي معناه انه شريك نبيتن يعني نكو يا شيكري بيتن انجي نكو هبالك مروي جبتن قال مروي مشاركة بكتن الجلوان بهم بيتن أبد شنابت هو صاحبه ثاني يا دكتور سحرور يعني ملك اليمين الذي يتم باتفاق بين الرجل والمرأة بدون أجر بدون صك الصك يا أخي هذا حرف اجتماعي نعم الصك حرف اجتماعي الصك عرف اجتماعي طبعا هذا قانون صار يعني لو كتبت إقرار بأنها موافقة على هذا ما حدش له عندنا حاجة ما حدش له دعوة ومش يعني بس نذكر هاتنا بهذا اتفاق الجلي كيرن جنكو ظلام يعني اتفاق كيرن كسر شعلقة بيننا إنه الجلي بمن عادية جلك عادية حرام إطلاقا طب معلش فين ممكن تبقى آه شيء دكتور معه مشروع شحرو ربه هندا صلاة مخو حرام كري ما مال أخو خراب كري وأف إسلام هو صفا كري أزوين الظالم أزدر ما دير ما شيخ حق طلب نعم الأسانيد اديني قرآن وسنة لك ما في القرآن الزنا بده أربع شهود والزنا عم يقول لك إذا هاتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين غير مسافحين ولا متخذي أخذان يا دكتور شعرور إذا كيف بحث شروط الزنا كتن إسلام إذا شارح ملك يمين في المصحف أربع شهود دوت لو عايزين نثبت الزنا ما مش عايزين نثبت أنا بقول لك الزنا هو إيه بقى عشان بس نتعلمه ونستفيد الزنا هو عشة امرأة متزوجة واحد بشت الزنا تشيت بشت الزنا اوه هكا تلقل جنككا بمير بن في اف ايك العشة ولو غير متزوجة العلنية ال ويكي ديجي جنس كيرين بشيويكي اشك باشكرا يعني خلك هم يمروا بينن ابي الزنا يعني العلنية انه يظهروا امام الناس امام الناس إنما لو في بيتنا دربورة لو في بيت مش زينة إذا كان في الاتفاق وغير متزوجة بشت بس أقل المال بيتن اتفاق بيتن ويا شينيكري بيتن نزنايا وغير متزوجة طالبة موظفة معرفش غير متزوجة غير متزوجة واضح كلامي واضح غير متزوجة يعني شينيكري بيتن ما يمشي نيكري بيتن وبأجر أو بدون أجر هذا اتفاق بينهم اذا كان باره ام بباره بتمن تبس اتفاق ما بين هردوكا اذا كان هو برها فهي ملك يمين واذا هي برته فهو ملك يمينها طب لو حصل لو حصل حمد برها الفيري معناه انه مده زمنيه كمثلا نكر اوي قلت الدهنده بيك بيمينين انا اوي قلت الدهنده بيك بيمينين بجايك تبت ملك اليميني تشجنك تظلم نشرت انه بس هما ظلامي ملك اليمين جنك هبن عند جار الجنكاجي ظلامة ملك اليمين تهين نقول ايه حصل مثل زواج على اتفاق مثل زواج المسيار في السعودية اتفقوا انه اذا حصل حمل يعني وكي زواج المسيار ابا كل سعودية اذا ماج المسيار المسيار يشاتي يش السير هاتي السيارة هاتي وقت مرو بيار ريبا چتن سير چتن السير يعني ريبا چون زواج المسيار ابا السعودية ابا مثلا توش باجرك بتشا باجرك يتر تحقق هاي تو جنكا قدي بيني باجرك يتر وجنكا تبنى حاسية بجنب زواج المسيار دي اتفاقي كي بو هنده هيبا بو هنده روجا بو هنده ويدي انجي حتى كيف هوا يا بنتكلم عن الزنا هذا لك هذا بنتكلم عن الزنا يا اخي يعني عم اقول لك انا هذا مو يا استاذنا يا عالمنا المفاضل فاضل احنا بنتكلم لو حصل حمل من الزنا اللي احنا قلنا في البيت ما حدش شايف واتفاق بين اثنين وما حدش معرفش الاخر الشروط اللي انت قلتها لنا دي يبقى ده ذنبها بقى يبقى ده ايه ده ذنبها انه هي وافقتها
الود ده حيجنني حيجنني. يلا نوروز.